السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه ريزي دوت اي اي. الموقع ده بيخليك تعمل السي في بتاعك بسهولة، مجرد ان انت بتجاوب على الاسئلة بياخد المعلومات بتاعتك ويروح هو عامله بشكل احترافي زي ما الكتاب بيقول، بحيث ان اللي يشوف السي في يتصل بيك على طول. هو بيقول لك مثلا ايه الوظيفة اللي انت بتقدم عليها، ايه الحاجات اللي انت كنت بتعملها في الشغلانة اللي فاتت، بعض الاسئلة وخلاص. هو بيروح مظبط لك السي في، يقول لك اختار الديزاين، مجرد ان انت تختار هو يبدأ ان هو يظبط الاماكن اللي انت عايزها. تمام، في شوية اختيارات بتبدأ ان انت تختارهم بحيث ان هو يظبط لك السي في. الجميل ان هو المجاني، وفي طبعا نسخ بيكون مثلا بفلوس اكتر مقابل خدمات افضل. اعتقد المجاني هيديك مثلا ان انت تتحمل بي دي اف مش وورد، مش متأكد. تمام، هنا الناس اللي جربت الموقع بيقولوا رأيهم فيه، فهو جميل ويستاهل التجربة. زائد ان هو فيه شوية حاجات جميلة زي مثلا كفر ليتر. لو انت عايز تعمل كفر ليتر ممكن تيجي هنا وتقول له نيو، يبدأ يديك امكانية ان انت تعمل الكفر ليتر بتاعك اللي هي هتكتبها مع الايميل اللي هتبعته، بحيث ان انت تشوق الراجل ان هو يقرأ السي في بتاعك. وممكن تديله مقالة كبيرة هو يبدأ ان هو يلخصها لك، يعني ممكن تديله السي في بتاعك وهو يلخص لك السي في في فقرة معينة. تمام، فهو في شوية امكانيات جميلة تستاهل ان الواحد يجرب ان شاء الله.